أثارت احتجاجات مدن الداخل التونسي ردود فعل كبيرة بعد تمكن عدد من مناوئي الرئيس قيس سعيد من تنفيذ وقفتين في سوسة وجابس تنديدا بالتعامل الأمني وقمع المعارضين في ذكرى الثورة وللمطالبة بإسقاط ما يصفونه بالانقلاب. أول تحركات المعارضة في الداخل التونسي يرتد صداه في كامل البلاد، حملة مواطنون ضد الانقلاب معها نواب وسياسيون تنفذ وقفتين احتجاجيتين في كل من سوسة وجابس تنديدا بإجراءات الرئيس سعيد ورفضا لما يعتبره هؤلاء استحواذا منه على السلطات كافة. تحركات يعتبرها أعضاء في الحملة بداية لتوسع المعارضة جغرافيا في كامل المدن. ما حصل بالأمس هو في إطار اللامركزية، وعادنا إلى مربع 2010-2011 حيث أن المركز كان آخر المحطات وليس أولها. ربما هناك يقظة في الحراك المواطني ضد هذا الانقلاب. عدم المس بالدستور التونسي والدعوة لاستقلالية القضاء والعودة إلى المسار الديمقراطي هي الشعارات ذاتها التي وجهت بعنف أمني في ذكرى الثورة رفعت دون قمع أو منع. مراقبون يرون أن ضغطا حقوقيا داخليا وخارجيا فرض تغييرا في تعامل السلطة التنفيذية هذه المرة مع معارضيها. ما وقع يوم 14 يناير كان تنفيذا لأوامر، وما وقع في مسيرات سوسة وجابس في الجنوب التونسي بالأوامر، فيعني أن السلطة المركزية قررت أن تعود مجددا إلى احترام حق المعارضة في التظاهر مع الإشراف عنها عن بعد. في الأثناء ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة أزمة سياسية لا يوجد في الأفق ما يدل على حلحلتها في ظل مواصلة سعيد سياساته التي تلاقي رفضا سياسيا وشعبيا وحقوقيا تتسع دائرته يوما بعد يوم. يعد اندلاع احتجاجات في مناطق داخلية تطورا لافتا في خطوات المعارضة، معارضة تسعى في كل مرة إلى توسيع رقعة حضورها ورص صفوفها ضد تفرد الرئيس، وهو ما قد يحيل البلاد إلى تحركات مماثلة قد تشمل محافظات أخرى في قادم الأيام. أميرة مهدب، العربي، تونس. ومن تونس ينضم إلينا صغير شامخ، عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب. أهلا بك سيد شامخ. لماذا أول يعني الجهات التي تفاعلت مع التحركات ضد كل الإجراءات، على الأقل مؤخرا كل الكلام عن حوار بطريقة الرئيس قيس سعيد واستثناء آخرين وكل ذلك، لماذا كان في الجنوب التونسي بداية؟ نعم، البداية كانت بالأساس بسبب ما تعرض له المواطنون التونسيون المناهضون للانقلاب من هرسلة ومن منع للتنقل نحو العاصمة خلال التحركات الماضية المناهضة للانقلاب التي دعت إليها حملة مواطنون ضد الانقلاب. أساسا سكان ولايات الجنوب هم من تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل، بدءا بإيقافهم لمدة ساعات طويلة على الطريق السيارة، ثم منعهم، ثم احتجاز يعني البطاقات الرمادية لبعض السيارات، وأحيانا حتى إيقاف بعضهم مع بعض يعني الهرسلة بأشكال أخرى. هذا أولا. ثانيا، التحركات كانت تقريبا مركزة على مستوى المركز في الشمال، بالتالي تحويل يعني مركز ثقل الحراك المناهض للانقلاب يكون إما إلى مناطق الوسط أو إلى مناطق الجنوب. الحقيقة أن سكان يعني المناطق الجنوبية هم من وجهوا دعوات يعني متتالية منذ تقريبا شهرين، يوجهون الرسائل والدعوات لحملة مواطنون ضد الانقلاب. إذن سيد شامخ، هناك تقاطعات لها علاقة يعني ولايه بما يشعره أهل الجنوب التونسي وما يجري عموما سواء في المركز أو في الجبهة الشمالية كما ذكرت، ولكن هناك من يقول هذا لا يعني بالضرورة أن تحركات مواطنون ضد الانقلاب أو حتى الوقفات السابقة التي شهدتها تونس والمركز بشكل أساسي هذا لا يعني أنها تمتد.
نعم، هناك يعني من يقول ما يشاء، هناك من يقول حتى أن حملة مواطنون ضد الانقلاب ليس لديها أنصار وليس لديها يعني من يخرجون إلى الشارع. هناك أيضا قائم بأعمال رئاسة الجمهورية قال أنه لا يعرف حتى المشرفين على حملة مواطنون ضد الانقلاب. بالأساس يعني مناطق الجنوب التونسي هي المناطق التي كانت المنخرطة أولا في الكفاح الديمقراطي منذ مقاومة المستعمر، مرورا ب يعني مقاومة الاستبداد والانفراد بالرأي، وصولا إلى مشاركتها في يعني الثورة التونسية في 2011 يعني 2010-2011، والآن في مواجهة الانقلاب. بالأساس هذه التحركات يعني قائمة على قاعدتين أساسيتين. الأولى هو أن رافضي الانقلاب ومناهضي الانقلاب يمتدون على طول الخريطة التونسية، وكان الدليل واضحا يوم 14 جانفي في نفسه عندما شهدت يعني الولاية الموجودة في أقصى الجنوب التونسي ولاية تطاوين وقفة احتجاجية ضخمة مماثلة للتي انتظمت في المركز. والثانية هي ما حدث يعني بالأمس في جابس من وقفة احتجاجية مناهضة للانقلاب. القاعدة الثانية في هذا الحراك هو أن للتونسيين جميعا الحق في التعبير عن أنفسهم والتعبير عن رأيهم المناهض للانقلاب. عندما منعوا من التنقل نحو المركز تنقلنا يعني الهيئة التنفيذية للمواطنون ضد الانقلاب نحن إلى أهلنا في الجنوب وشاركنا واضح وقفتهم الاحتجاجية المناهضة للانقلاب. أشكرك جزيلا من تونس صغير شامخة عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب. شكرا لك.